يعطيك العافية طلابي جريد 9، مكفين بدرس الميكانيكال اكشن. طبعا ما في شيء جديد، لكن في بعض الشغلات للتسكير مثل الكاركترستيك للفورس، مثل ما قلنا احنا هي بوينت اوف ابليكيشن، لاين اوف اكشن، دايركشن وماجنتيود. وحكينا على ذير ار تو تايبس اوف فورسز، تو تايبس اوف فورسز. اول تايب اللي هي اكتنج فروم الديستانس، وحكينا انه ما بيكون عندنا فيزيكال كونتاكت، يعني ما في تلامس لما يصيروا. بدنا نحفظهم، قلنا له هن الويت، ماجنتيك فورس والالكتريك فورس، هن ثلاثه. اما الكونتاكت فورس اللي هي النوع الثاني، التايب الثاني تبع الفورسز، اللي هن اربعه: ماسكولار فورس عن طريق القوه العضليه، والتنشن فورس قلنا عن طريق الروب او السترينج او سبرينج، وقلنا كمان رياكشن سبورت او بنقول النورمال اللي هو لما يكون في عندي سيرفس بصير في عندي نورمال، قلنا في عندي الفريكشن فورس لما يكون في عندي فريكشن فورس لما يكون في عندي قلنا الرف سيرفس سطح خشن، او يكون في عندي اير ريزيستنس مقاومه الهواء. هناخد هذا الاكسرسايز هلا. مثل ما قلنا هون، بادي اس سلايدز اون ا رف سيرفس as shown on the figure. مثل ما شايفين عم بينزل الدايركشن له كيف لتحت، دايركشن اوف موشن. قلنا اي فورس اكتنج فروم ديستانس لازم تطلع من وين؟ من البوينت جي. شايفين البوينت جي لازم تطلع منها الفورس. شو في عندنا فورسز هون؟ اول فرع عم بقول نيم ذا فورسز اكتنج اون ذا بودي. شو هن الفورسز اكتنج اون ذا بودي؟ اكيد في عندي سيرفيس، فاكيد في عندي نورمال رياكشن او النورمال اللي هو حيطلع بهذا الشكل، شايفينه كيف؟ هذا هو النورمال. وكمان في عندي رف سيرفس مثل ما حكينا قبل شوي، لما يكون في عندي رف سيرفس بكون عندي فريكشن. الموشن لتحت معناته الفريكشن حيكون شو؟ لفوق بهذا الشكل، ماشي الحال. تعال نشوف اشكالن، وقال لي ريبريزنت ذا فورسز، يعني ارسم الفورسز على الرسمه. ليكو الفريكشن كيف طلع من تحت، وفي عنا الرياكشن اوف سبورت او بنقول له النورمال رياكشن او النورمال ار فاكتور، او بنقول له ان كابيتال فاكتور. او الويت، اكيد ما في عندي بادي الا عنده شو؟ الا عنده ويت. فعلى طول الويت بده يكون موجود بالفورس باي على اي بادي. بس بدكم تلاحظوا شغله، انه هي طالعه من وين؟ من البوينت جي. الوحيد اللي طالع من بوينت جي هي مين؟ ال W. ليش طالع من بوينت جي؟ لانه هي center of gravity. ال W اللي هو acting from a distance، فعشان هيك بيطلع من البوينت جي. مهم جدا نعرف هذا الموضوع. ودائما قلنا ال W اللي هو الويت دائما بيكون vertical وشو؟ وداونورد، بغض النظر هذا البادي مائل او لا. الويت دائما بيكون vertical لتحت بهذا الشكل وداونورد. حكينا عنها بالمره. Give the type of each force. شو type of each force؟ قلنا الاكشن سبورت هو contact force، وقلنا الفريكشن هو contact force، اما الويت فهو شو؟ acting from a distance. عملنا لكم اياهم بهذا التابل مثل ما انتم شايفين. اخر فرع، give the point of application, line of action, direction and of each force. طبعا عندنا line of action with direction each force. line of action للويت قلنا شو هو؟ vertical. للnormal reaction شو طالع معنا؟ مائل شوي اذا ملاحظين، فخلص مائل اوبليك بيكون. وللفريكشن كمان شو؟ اوبليك مائل. عنا هون الويت الدايركشن لها اكيد دائما داونورد لتحت. normal reaction طلع معنا هون up لفوق، ولوين؟ على اليمين، لفوق وعلى اليمين، فعشان هيك قال up to the right. والفريكشن قال up شو؟ to the left. يعطيكم العافية.